ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، وبتوحشوني جدا جدا جدا. انا كان عندي صدر بطايه محدش راضي ياكلها، فقلت اعملها بطريقه جديده. حطيت هنا طاسه على النار وفيها زيت، حطيت فيها قطعت بصلايه، حطيتها على النار اهي زي ما انتوا شايفين، وبقلبها كده لغايه ما تدبل معايا زي ما انتوا شايفين. لما دبلت معايا رحت احط لها الفلفل، فلفل رومي، فلفل حراية زي ما انتوا عايزين، بس احنا ما بنحبش الشطة فحطيت فلفل رومي. هستنى برضو لما تدبل برضو شوية كده كمان مع البصلة. البصلة دبلت، حطيت الفلفل الرومي، هخديها تقلبتين على النار، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى احط التوابل بتاعتي الجميلة اللي بتعمل ريحة رهيبة. التوابل دي انا اللي بعملها، خلطة سرية بقلبها معاها بتطلع ريحة. الله 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 على الريحة، الله 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 على الجمال، الله على الجمال. طبعا انت لما بتحط شوية التوابل كده على النار مع الحاجة بتدي ريحة رهيبة رهيبة، بتطلع الروائح الجميلة اللي فيها. حطيت الطماطمية كده مقطعاها برضو مربعات وحطيتها معاهم في قلبهم، وبشوح فيهم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. يعني يا عيني، يعني نرمي يعني صدر البطايه ازاي نرميه؟ نعملها نصنفها كده ونعملها حاجات جديده كده. هنسيبها كده تتبل كده مع بعضها بالتوابل، ونسيبها تتسبك مع بعضيها بالتوابل بتاعتنا الجميلة اللي مطلعة ريحة جميلة. طبعا انا حاطة في التوابل دي برضو ملح، يعني التوابل دي عبارة عن توابل وملح. اقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجمال. انا مقطعة صدر البطة، قطعتها ارباع برضو كده مكعبات، فاسيبها كده تتشوح مع بعضها، وبعدين هحط عليها صدر البطايه اللي انا مقطعاها اللي هي اصلا مسلوقه من قبل كده في توابل برضو وبصل كده. حطيت صدر البطه اهوت اللي انا كنت مقطعاه. الله 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 يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجمال. ايوه كده هقلبها مع بعضها زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بصور وبقلب، فايه غصب عني بقى الكاميرا ساعات نقلبها كده مع بعضها بالتوابل. جربوها مش هتندموا، فعلا جميله جدا. والعيال بعد الاولاد بعد ما كانوش عايزين ياكلوا كلوها كلوها خلصوها كلها. الله.